عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المرة محمود الطيب من معبد فيلة في مكانه طبعا الحالي على الجزيرة. شايفين الحتة دي اللي فيه؟ أنا كده في ظهر المعبد. أدي كشك تراجان، أدي مقصورة حتحور، الجهة الشرقية من المعبد. كل الناس بتطلع على طول كده تتجه يمين عشان تروح الكافيتيريا، لكن حتى الجزء الأخير ده جزء مغفل، في حاجات مهمة بالنسبة لنا تؤصل تاريخ المعبد. طبعا احنا عارفين المعبد من اقدم الحاجات اللي موجودة ملموسة على الجزيرة، اللي هو القاعدة بتاعت المركب اللي هي في الفناء اللي بعد الصرح على ايدك اليمين بتاعت طهارقة اسرة 25. عارفين طهارقة طبعا اسرة 25. طبعا بنسمع ان في اللي هو احمس الثالث اللي هو اسرة 26 امازيس بنى برضو، وعندنا بسمتيك الثاني. وسمتيك الثاني على فكرة قبل أمازيس، قبل أحمس الثالث. أنا بقول أحمس الثالث عشان طبعا تاريخيا حاليا في اكتشافات في معبد الكرنك من 10 سنين، اللي هو ملك في الأسرة 17 اسمه أحمس، فأصبح أحمس بتاع الأسرة 18 اسمه أحمس الثاني، وبتاع الأسرة 26 يبقى أحمس الثالث، أو عشان ما نتلخبطش نسمي أحمس بتاع الأسرة 17 زيرو أحمس الأول زي ما هو، وأحمس الثاني زي ما هو كتسمية له أو إشارة له. فاللي احنا بنتكلم عليه احمس بتاع الاسره 26 اللي مشهور باسم امازيس. طيب هنا مثلا النص بيتكلم تكست مثلا بقايا من معابد فيلة نقرا مع بعض وبعض الكتل الاخرى. عندما تم تفكيك معابد فيلة ونقلها خلال حمله الانقاذ التي قامت بها منظمه اليونسكو في الاعوام 1972 1980 تم اكتشاف المئات من الكتل الحجريه يرجع تاريخها إلى ما قبل العصر البطلمي، الإضافة إلى عصر كل من طهرقة بسمتيك الثاني. مديك الترتيب طبعا 690 لحد 664، ده طهرقة أسرة 25، بسمتيك تاريخيا أسرة 26 595 589 قبل الميلاد، أمازيس 570، نخت نبو الأول أسرة 30 طبعا 380 إلى 363 قبل الميلاد، وده هنشوفه هنا ملموس بالآثار بتاعتهم. طيب وكان اقدم بناء عُصر عليه في الموقع هو كشك بسمتك الثاني. طبعا هم يتكلمون عن طهرقة جوه. طبعا هنا في المكان تم اكتشافه شمال بوابة هدريان، وحجب لاحقا تحت منشآت العصر الروماني، وتحتوي نقوشه على اول شاهد على وجود الاباتون، المنطقة الجنازية للاله اوزوريس على جزيرة بيجا المواجهة لفيلانا. تنتمي اغلب الكتل التي اعيد استخدامها لمعبد ازيس بفيلة، والذي بناه الملك امازيس من عصر الاسره 26 المعروف بالعصر الصاوي. وهذا المعبد استبدل مكان تم الانتهاء من بناء المعبد البطلمي، واصبح جاهزا لعباده الاله ازيس. بعض نقوش المعبد الصاوي تدل على وجود تقليد قديم لاستخدام زخارف معينه في التصاوير الخاصه بالمعبد البطلمي. على سبيل المثال المنظر الذي يمثل ازيس وهي تحمي اوزوريس شكل ثلاثه، فين شكل ثلاثه اللي هو ده على اللوحه، لنا شكل ثلاثة، الملك أمازيس يتعبد أمام الإله أوزوري، الإله أوزوريس وإيزيس خلفه تحميه، يبقى إيزيس هي الورا تمام تحمي أوزوريس يعني. أنظر إيه ده المصطبة إف نقشة من المعبد، هنشوف المصطبة إف موقعها هنا إيه في اللوحة الثانية. المهم فين المصطبة إف دي؟ نقشة معبد إيزيس، مصطبة إف، إف هنا أرقام بس، إف مصطبة إف اللي هو ايزيز هولت تمام. هنشوف اللي هي رقم ثلاثة مثلا. تمام انا دلوقتي عايز نبص على الحاجات اللي هي ايه اقدم زمنيا. يعني هناك احنا طهارقة في الفناء اللي قلنا عليه بعد الصرح على ايدك اليمين، وش اللوحة بتاعت بطليموس خمسة بتاعت التكريس اللي قلنا عليها في العام 24 من بطليموس خمسة في فيديوهات سابقة شفناها قبل كده. طيب ادي عمنا بسمتيك الثاني، طبعا ترتيب الأسرة 26، في نيكاو بسمتيك الأول، وفي في ملكين قبل بسمتيك الثاني، وبعد بسمتيك الثاني في ملك عايز أتذكر اسمه، في أمازيس وأبريس، أبريس اللي هو صاحب البردية الطبية بردية أبريس تمام، وبعدين بسمتيك، وبعد كده أحمس الثاني بتاع الأسرة 26. ده بسمتيك اللي هو قبل، يعني ده تاني واحد بعد طهارقة في الجزيرة بنا الأسرة 26 اللي هو نفر إيب رع. كده عملنا مين؟ بسمتيك التاني على جزيرة فيل. حتى النقوش اللي انت بتلاحظ هنا نقش المصري القديم في العصر الأسرات، مش في العصر البطلمي طبعا. الستايل بتاع
البتاع ده واضح. طيب فين اسم اماسيس؟ هو على اللوحه دي اللي احنا اتكلمنا عليها اللي مدينا الفاكسيميلي اهي. هنلقى مين؟ احمس الثاني وزوريس، ورا اوزوريس تحميه ايزيس. وهنا في جزء من اللقب اللي هو ايحمس، ادي علامه الياح وادي علامه المس، الثلاث ديول دول. تمام، احمس اللي هو مين؟ امازيس الثاني بتاع الاسره 26. يبقى احنا ايه؟ خدنا بسمتيك الثاني وخدنا احمس الثاني، اثنين دول في الاسره 26. هنوصل للراجل العمنا بتاع الاسره 380 قبل الميلاد اللي هو خبر كارع. ادي انا ماشي كده البلوكات اللي مرصوصه هنا، هنشوفها ونتعرف ونجيب اسم. حتى يعني النقوش اهو مصريه قديمه من عصر الاسرات. ادي خبر كارع اللي هو بس نختنبه الاول. ادي خبر كارع قدام الاله غنم، تمام، غنوم اللي هو خنوم. ادي خبر كارع اسره 30 كمنظر الاله امون كموت اف. نفس الكلام ادي جوز خبر كارع اللي هو، وطبعا عارفين البوابة بتاعته احنا داخلين. وادي النقوش من عصر الاسرات. تمام، المكان ده يعتبر زي متحف مفتوح بيأرخ المعبد. لما احنا بنتكلم عن 25 ملك طهرقة، مش موجود البلوك بتاعه، موجود جوه زي ما احنا قلنا. وعندنا اهو يحمس اهو برضو اللي بعد طهرقة تاريخيا بس مديك تنفر ابراع، وبعد كده احمس، وبعد كده نختنبه الاول ستة الاسره 30. يبقى عندنا ايه؟ 25 و2 في 26 و1 في 30، ده تاريخ الملوك اللي على جزيره. ادي طهرقه، ادي جزء من لقبه كمان اهو، صدنا اللقب. يبقى هنا طهرقه موجود، البلوك ده صغير بين البلوكين دول. شوف الموقع بتاعه اهو في الصف الامامي، مستخبي يا عم طهرقة، غير القاعدة اللي هناك. تمام، شكرا، كان معكم محمود الطيب من فيلا.